انتهى عام 2021 والإمارات أكثر أمناً من فيروس كورونا. لم يقتصر الأمر على خطط مكثفة وإجراءات مرنة لمكافحة الوباء، بل كانت الإمارات أول دولة عربية تنتج لقاح كورونا ضمن مشروع مشترك بين مجموعة G42 الإماراتية ومجموعة سينوفارم الصينية، حمل اسم علوم الحياة وتصنيع اللقاحات، وهو مشروع مشترك يشكل إضافة نوعية للجهود العالمية المبذولة من أجل التصدي لجائحة كورونا التي تأثر بها العالم أجمع. هذا اللقاح المصنع محليا سبقته تجارب سريرية بالتعاون بين سينوفارم والشركات الرائدة في مجال التكنولوجيا G42 بمشاركة آلاف المتطوعين من نحو 125 جنسية، أثبتت أن اللقاح فعال بنسبة 86% في الوقاية من العدوى. ومنذ ذلك الحين أشرفت الدولة على إحدى أسرع حملات التلقيح في العالم في نهج استباقي جعل الإمارات تتصدر العديد من الدول في تطعيم مواطنيها، وأصبحت أيضا مركزا لإمداد اللقاحات على مستوى المنطقة، حيث دعمت العديد من الدول في الحصول على كميات وفيرة من لقاح كورونا. ومع الموجة الجديدة للوباء أعلنت الإمارات من جديد الموافقة على الاستخدام الطارئ للقاح قائم على البروتين لمكافحة كوفيد-19 كجرعة تنشيطية معززة، وسينتج اللقاح ويوزع من قبل مشروع مشترك بين شركة G42 الإماراتية وإحدى الوحدات التابعة للمجموعة الوطنية الصينية للصناعات الدوائية سينوفارم. وجاءت الموافقة على إنتاج وتوزيع اللقاح بعد تجارب في الإمارات شملت أفرادا تم تطعيمهم سابقا بجرعتين من لقاح سينوفارم، وأظهرت الدراسة استجابة مناعية ضد المتحورات الناشئة للفيروس لدى المتطوعين الذين تلقوا سابقا جرعتين من لقاح سينوفارم غير النشط. وسعت شركة G42 للذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية في أبو ظبي أيضا لتوسيع شراكاتها، فقد أعلنت عبر إحدى شركاتها وهي G42 للرعاية الصحية عن التعاون مع شركة الأدوية الحيوية العالمية أسترازينيكا من أجل تعزيز البحث والتشخيص السريري في الإمارات في إطار استراتيجية الإمارات لتوفير خدمات صحية عالية الجودة ودعم الابتكار في الخدمات الصحية. وقبل أن ينتهي عام 2021 أعلنت شركة مبادرة الإماراتية أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم عن توقيع اتفاقية شراكة مع مجموعة G42 الشركة الرائدة في تقنيات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية لتأسيس مجمع عالمي المستوى لتصنيع المنتجات الدوائية الحيوية في أبوظبي للاستفادة من الطلب العالمي على اللقاحات وأحدث المنتجات العلاجية وتعزيز سلاسل التوريد في المنطقة وتسريع أجندة التنويع والنمو الاقتصادي في دولة الإمارات. وكان من أبرز المشاريع التي شهدتها الإمارات أيضا في 2021 هو مشروع الجينوم الإماراتي، وهو مشروع ضخم يساهم في ترسيخ مكانة الإمارات كوجهة رائدة في مجال الطب والتشخيص الدقيق والرعاية الصحية الوقائية. ويعد برنامج الجينوم الإماراتي ثمرة الشراكة الاستراتيجية بين دائرة الصحة في أبوظبي وشركة G42 للرعاية الصحية، ويهدف إلى رسم الخارطة الجينية المرجعية وفهم التركيبة الجينية لمواطني دولة الإمارات ومعرفة المسببات الوراثية للعديد من الأمراض. وضمن هذا البرنامج نجحت شركة G42 للرعاية الصحية في إكمال دراسة جينومية في الإمارات لتحديد تسلسل فيروس كورونا، وتسهم الدراسة الجديدة الموسعة في رصد وتحديد أنماط انتشار وتطورات الفيروس منذ تسجيل حالاته الأولى في دولة الإمارات، وتوفر الدراسة معلومات إضافية ومعطيات معمقة تساعد مختلف الجهات المعنية على المتابعة المستدامة والمستمرة لتغيرات جينوم الفيروس، بما ينعكس إيجابا على تعزيز قدرات الدولة في مواجهة أي أوبئة مستقبلا. وقد قدمت دولة الإمارات بالتعاون مع شركائها نموذج حي على تسخير التقدم التكنولوجي في احتواء الجائحة وبناء الاستجابة المرنة للتعاطي مع التداعيات. إنجازات إماراتية عبر شركات وطنية رائدة في الذكاء الاصطناعي والرعاية الصحية كان لها إسهام فاعل في مواجهة أخطر جائحة تمر بالإنسانية في القرن الحالي، وخطوات استباقية قائمة على التجارب الدقيقة والمعمقة كانت إحدى أهم أدوات الإمارات في مواجهة كورونا ومتحوراته، وجعلتها قادرة على التصدي لأي موجة للوباء في المستقبل.
كلكم تعرفون الكورونا تي على موجات، الموجة هذه الحمد لله أضعفهم وأقلهم. اللي بطمنكم بأنه إن شاء الله بنسيطر عليها بهمتكم وهمة إخوانكم وأهلكم في البلاد.